مرحبا، شلونكم؟ منو؟ اختك؟ مرتي. شنو؟ مرتي. مرتك شنو؟ مرتي. انت مرتي؟ ايه. هاي شايفه شنو؟ بدت حش علي؟ شنو حبيبي شنو عليك؟ والله شنو مسوي طيران؟ وانت منو؟ انا زوجته. من جيت تزوجته بابا؟ ها مسوي طيران مو؟ ليش صدق عليك ما تجاوبني؟ وما مسموح لك تاخذيني. حبيبتي حبيبي ومسموح لي كل شيء. مسموح لك تاخذيني. لا والله. انا زوجته. زوجته مو زوجته انا حبيبتي حبيبتي. وانا زوجته. احكي لها الحقيقه يلا كافي ترى انا مليت منكم وكذبه. فانا اليوم حابه احكي شكو شيء بقلبي. مرتك مو مرتك ما تضحك علي ما تقدر. حبيبتي اني. منو؟ صار لي 7 شهور وياه. تمام؟ انت مو كنت زعلانه؟ مو كنت زعلانه؟ لا مو زعلانه. لا هو قال لي زعلانه. هو قال لي زعلانه ترى وقال لي راح يطلقك. تمام؟ ما تحكي لها ايش صافن؟ طلقني اشتغل؟ لا شنو؟ لا ما طلقك مرتي. مرتي؟ لا ما طلقك مرتي. شكو شبيك بابا؟ تضحك علي؟ خمس انت تضحك علي لو جي ما ادري منو هسه. ايش تحكي انت؟ مرتك مو مرتك حبيبي يلا احكي لها الحقيقه يلا. قوم احكي لها الحقيقه. حبيبتي اسوي كل شيء. اقلب الدنيا. انت زوجتي مو زوجتي شو عليها بيك؟ لا بالله. لا والله. ايش حبيت بيها بالله؟ شنو غير مرتي هي يعني شلون؟ هي مرتك واني حبيبتك حبيبي. وعدني بالزواج وقلت له راح اطلق. مو؟ شنو؟ صار 7 شهور وياي بابا. طلع لها صوري، طلع لها محادثاتنا، طلع لها الوعود. اوعدك واموت عليك وما اعوفك وما اتخلى عنك واني كذا واني كذا. يلا احكي لها. زوجتك ايه قلت له راح اطلقها. ايه؟ ليش خليني ارفع صوتي اسوي عيط قدام العالم؟ ابن على مودي. ها شنو لازم ما عاجبتك يا ابي؟ لا والله. شو احكي وياك؟ شنو مو بعينك؟ لا بحاجبي. والله والله تستهزئين؟ استهزئ؟ طبعا حبيبتي حلوه. يا والله. لا ثاني شويه. حبيبتي انا اوقف عالم بكمله خاف ما تدري. والله من امشي ياخذوا لي تحيه. والله. لا بالله غير انا حبيبتي. غير انا حبيبتي. يلا حبيبي احكي لها كل شيء. احكي لها كل شيء. يلا خذ موضوعك. اي مرتك خلاص طلقها. ما طلقها. طلقها انت قلت لي طلقها. ما طلقها. ارجع اقعد. وين رايح؟ ما طلقها. ارجع اقعد. ارجع اقعد. ارجع اقعد. واخريتك. واخريتك شنو؟ حبيبتي واخريتك. 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 لا والله. اكلك عتغار عليك؟ ارجع اقعد اقول لك. ارجع اقعد. ابد ايده خصبا ما عليك حياتي. والله يلا شنو اخره؟ يلا يشوفك. يلا عارك بعد وين تمشي؟ ارجع اقعد اقول لك. ارجع اقعد ولا تمديني. دخري لا تمديني. واخره انت احسن لك حبيبتي لا تدخري. يلا حبيبي احكي. احكي كل شيء. غريبه اقول لك هذا يصير لي اي شيء ورتي ويا وعر فيني. ايش بيك بابا؟ ما تقدر تضحك علي يا بابا. ايش فيك؟ تضحك علي ايش بابا؟ واخره ايش بيك؟ انت شنو؟ انت بس قولي شنو انت؟ هاي مرتك كل عقلك صار لك 5 سنوات وياها؟ اقول متخبل من عرفتني. شنو؟ طبعا هو اللي اقوى وحده مثلي حلوه. يا يا شنو ايش عجبك وحده؟ يا يلا حبيبي امشينا. بابا اخريدش شنو هذا؟ اخريدش ما تتجاوز عليك والله. اخريدش اخريدش بابا. شو مرتك ما تستاهل؟ ايش مالك احكي؟ شنو يا الله وين يا الله وين يا الله؟ ايش تنحس انت بابا؟ اقعد 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 بابا. واخري انت واخري ما اريد اضربك والله. شنو بتقول؟ واخري خاف بضربه واحده وموتك. واخري يلا حبيبي يلا. واخري ايدك. واخري ايدك. واخري ايدك. انت ايش تاكلين وشرفك؟ يا شاب ها؟ ما ادري داخل بابا. واخري 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 لا سموتك. شلونكم عيني؟ شلونكم عيني؟ صوروا حفاهي قدام الناس عودوا تخاف مني؟ شكو خير شكو لازم شنو الموضوع؟ ما اقدر احكي اوف منك الثاني. اي حبيبي كذاب. وانا زوجتي عمد واخرج. انت مزوجتي شو وحده؟ ضاحك علي. انت ضاحك علي. ضاحك علي؟ اي ضاحك علي. انت اللي يقول علي زوجتي؟ اي انت وانت منو؟ يلا شوف شوف ما شوف 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 سوالفك. شوف والله عيب علي. مو عيب ما تستحي. شنو ناشر صور انا حبيبتي؟ انت التليفون هذا ناشر صور البنيه. اخذك لا من هسه. والله اخذه يلا. شنو علي انت يعني؟ شنو ايش تسوي؟ راح اخلي طيب. شنو عيب عليكم؟ استحوا شويه. اي لا شنو؟ لا ضاحك علي. لا 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 شلون تضحك علي؟ اصبر ضاحك علي منين؟ ما تستحي. انا اضج عليه تعرف ليش؟ لان هو
مرات يعني وفا وياي بس ما يخالف انا هم بعدك تحبي هم ناشر الصور هم باعك عليك وهم بعدك تحبي وخري. والله يا وخري. والله والله عيب عليكم استحي شويه ما زين وخري انت ما فيش دفعه وخري تشرب لي حليب جاموس ما ادري شنو والله عيب والله عيب والله شوف هنا باقيات سوي لها قمر ضحك عليك يا معوده ضحك عليك وعليك كم وحده قبلها ضحك عليك يلا امشي لا ما اعطيك يا ما اعطيك وخري دخلي يلا ما اعطيك يا ما تصير ناشر صورها ضاحك عليها وانه جايب بنيته لا 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 هو مو صوتك زين صوتاني حبيته اي والله صوتك صوتاني حبيته صار لكم ساعة تعاركون مو عيب ما تستحي طبعا عوفة يا معود عوفة عوفة وخر وخر من عنده يلا فقط تمسحين وتكنسين وتغسلين ملابس طبعا عنده اي طبعا هو يقول لي لا تخلك لا شيء لا هاملته 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 يجوز يجوز هاملته ما اعطيك التليفون اسكت ما اعطيك اياه بس دقيقة خالة بس دقيقة حبيبي شنو نحل امورنا برا حبيبتي شو تسوي لي؟ شو تسوي لي؟ بس بس تعرفك ايدي لو ايدها ايدي لو ايدها ما ضحك امشي 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 اقول لك امشي شبيك؟ شباب وخري مني امشي اديني ايدك امشي تستفزون بالعالم وياخذون صورهم انا موتك وين شروهن مو عيب مو خزي ما عندك شفت اجي في ما عندك عرض ما عندك خوات ما عندك اهل يلا امشي والله عيب امشي قدامي امشي قدامي ده اقول لك ليك لا تسوي حركه لا تسوي حركه عيب عليك ليك عوفي 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 موتك وخ عوفي شغله صار صدق عمي السلام عليكم اخوي العزيز شلون الصحة؟ شو اخبارك؟ عرفتني لو لا؟ تجوالك منو اني؟ وتشبيك؟ توفيق؟ ترى شو جسم؟ سحورة تفضل يمي بلا زحمة مساء الخير اختي العزيزة تعال يمي بلا زحمة شلون الصحة؟ يلا يا رب شكيتي اسمك؟ مرتضى مرتضى انا صراحة صدقت يعني واقعية انه مرتضى خاين يعني هو خاين حلو مرتضى يخون؟ صار لكم متزوجين مو؟ صار لكم كم سنة متزوجين؟ خمس سنين اسمك؟ سحر 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 بهاي الخمس سنوات همين يوم من الأيام مرتضى خانك؟ اي شيء أكيد هذا الواقع يعني عمش خاينة غير هاي الصور ناشرينها ماكو شاب ما عندي هاي تليفونه كلها صور هذا تليفون منو؟ هذا مال الولد ها تليفونه؟ جاب يمكم شنو هاي؟ ناشر الصور مال البنية هاك حبيبي اليوم احنا نحكي على الابتزاز الالكتروني اليوم نحكي على هواي نسوان يدزن صورها للشباب والثق بالشاب وبعدين الشاب يبتزها بمبلغ من المال تضطر البنية تنتحر تضطر البنية توقع بمشكله اليوم شو توجه الرساله الى الشباب الى الشابات الى الكل شو توجه الرساله اليوم شنو رسالتك اول شحتي يعني شو اقول بكل وضعنا وهذا يعني هذا دنيالي كلها يعني الشباب تخون وشوف ويعني استغرب البنات اليوم اريد تنصحين اليوم اريد تنصحين النساء ما تثق بالشاب وتدزي لها صوره ما تثق بحد لا تدزين صور لا تثقين بحد وما ليش دخل يعني التهدي عن كل شيء تقولين للشباب اللي يخونون مثل مرتضى والله الصراحة يعني الشاب يخون يعني لازم بيها قصوب المرأة على مود يخون زوجها يعني خاينش لا لا زوجته على حب زوجته على حب لا لا, لا. مو على حب لا. زواج تقليدي على تقليدي على علاوي شنو الشيء اللي ما تحبه بسحر زوجتك لا كل شيء تحبيه كل شيء تحبيه اي كذا بس قدام الكاميرا لا والله رافع راس الله يحفظها ان شاء الله عندكم اولاد لا والله بعد ان شاء الله صار لكم اولاد شو تقولي لها هسه وصفها بكلمه السحر ام بيتي هي الله يحفظكم ان شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله اكو هديه لكم هو انا ايش عندي غيره والله هو سندي وهو كل شيء بحياتي اكو هديه ضاميها لكم لك والسحر هاي وين رحتي بس ما ماي تعبت وانا ميت من العطش طبعا تعبت من المشاكل مو المشاكل لا صارت الدفع هي دفع وهي دفع تجمي بيوت تجمي بيوت يعني شكيت بعلاوي العفو مرتضى انه هاي فعلا حبيبته مو مرتضى خانش قبل عنده سوابق شلون المجرم من يبحثون عليه عنده سوابق مو اي شو يسوي يروح يروح مرجع الي تقول يروح يروح ومرجع المن الي شلون الطير الطير يطير ويرجع شو تسمعي يا اغنيه ايش تهدي الاغنيه المرتضى اهدي الاغنيه هو يحب حمزه محمد داوود حمزة محمد داوود اغنيته هاي الجديدة
حافظت ام ما حافظت ام ما حافظت لا يمكن مال علي جاسم بس اسمح لا والله ما حافظت اكو هديه موجوده لكم هاي الهديه ناخذ فاصل ونسلمكم هاي الهديه لان فعلا انتم تستاهلون هاي الهديه متزوجين صار 5 سنوات وهو خاين وانت ما تقبلين تعوفينه تستاهلون هاي الهديه خليكم ويانا مشاهدي الكرام